السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، من عاصمة الطيب، من عاصمة النور، من عاصمة الطيبين، من عاصمة الأكرام، دار الفلاحي وضبي، عاصمة دولة الإمارات، وعلى متن طيران الاتحاد، الطيران الأمثل في الشرق الأوسط اللي ماشي إشاراته طيران في الدنيا العودة. اللهم صل على سيدنا محمد إن شاء الله، والوجهة إلى المملكة المتحدة، دار الضباب إلى لندن. Hello, thank you. Thank you. وعن الوقت المتبقي للإقلاع الله يحفظكم 40 دقيقة. طيارة فل تقريبا في الثلاث الدرجات، في الأكونومي والبزنس والفيرست فل. والحمد لله إن شاء الله بتكون رحلة هادية، بتكون رحلة ميسرة بحول اللي ما تنام عينه، وإن شاء الله بكرة من نوصل بنوافيكم كل ما هو جديد من دار الملكة، من دار أبويها إليزابيث، على الله يطول بعمرها. وهي والله على الله يخليها أبوكم بعد هاي اللي تام حين نعرفها وتعرفنا، ولا الباقي أبوك هاك ميتي ما لحقنا عليهم نحن اللي قبل، واللي بيون هالإداد نحن ما تعرف وياهم، نحب ويا مستوينا ويا الملكة، وإن شاء الله أبوك إن الله يمد بجلها وما تقص ولا يستوعب الله يصيبها مكروه ولا شيء. والله روحي أنا عن عمري بزعل. هي والله هاي عبارة عن ركن يعني، هاي من مثل هرم، مثل أسطورة على مر التاريخ، كم عاشت وكم خطفت أمم، وكم عاشوا من الملوك من الرؤساء، وكم عاشوا اللي عاشوا وماتوا اللي ماتوا، وهي بعدها ما شاء الله. وإن شاء الله أتمنى لها العمر المديد والصحة والعافية، انها تتم بعدها ليش لا، ودنا والله انها تتم، ان شاء الله انها تتم. ابوكم كم حرب بحرب، كم حرب، ثانك يو، كم حرب بحرب اخطفت، الحرب العالمية الاولى والثانية وما ادري شو، ويميع الغزوات، ويميع الضرائب، ويميع الفتن، ويميع الانقلابات، ويميع اللي ما توحية، وهي ما شاء الله عليها بعدها تدق الهيل وتغني الهيل. هي والله الله يحفظها يا ابوك، وكم يوزت من العيال، وكم يوزت من الاحفاد، وكم كم استقبلت اللي استقبلت من اول ما حكموا من 50 سنة، هم ابوي حكموا وماتوا وعيالهم حكموا وماتوا، وهي ما شاء الله بعدها توي هو بادي تدق الهيل وتغني عليه. يا الله يا رب انك تطول بعمرها، تطول بعمر الملكه اليزابيث. هي والله روحي والله اني ادانيها واحبها والله يخليها. Good morning to you. Welcome back on board. Yeah, right. Thank you very much. Alhamdulillah. Good. May I introduce myself, by the way. My name is Nicholas. Nice to meet you. I'll be flight chef for this flight. MashaAllah. You are chef in the flight. Absolutely, sir. I will be in flight chef for this flight. That's fine. May I just present you our first order menu? We do have the selections of alcoholic and non-alcoholic beverages, as well as a variety of red wines and white wines that we do serve on board. Inshallah. And thank for our flight's menu, we have different menu concepts. We have the lounge menu, and we also have breakfast menus on board. Inshallah. We have the all-day dine concept. Anytime that you would wish to dine, we can dine anytime throughout the rest. Thank you very much. Absolutely. So I'll give you some time to look at the menu. Inshallah. I'll be back for your preferences. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. هاي من الخدمات المميزة في طيران الاتحاد، ما شاء الله عليهم مميزين في أشياء وايدة، فلذلك في الطيارة شيء شيف اي اي تي شيء، عندهم خدمة الشيف، اي شيف لكل راكب يطلب اللي هو يباه، يطلب اللواء من الأكل أونلاين قبل ما يركب الطيارة، أو قبل ما يحجز، وقبل وقت الحجز يطلب شو يريد يحطون له اللي يباه، يجهزون فيه الطباخ لين مكانه، ياز له ياز ما ياز له، قال تنقى شو تبى، شيء جديد غيرت رايك، تبى لحم، تبى دياي، تبى ربيان، تبى نغارة مقلاي، تبى قباقب، تبى اللي تباه في الشوفة، وهي والله وإن شاء الله 70 راكب على البزنس، وتسع ركاب على الفيرست، و 405 ركاب على شو، على الأكونومي. طائرة تكاد أن تكون تبارك الرحمن، يعني فريج طائر، اللي يسمونه فريج طائر هذا هو اللي نحن فيه.
يعني عبارة عن فريج، ما تقول أنت في طيارة ما شاء الله تبارك الرحمن، عبارة فريج، هب نفر ونفرين تشل، ولا 100 و200 يعني منك عندك 405 وعندك 9 تركاب على الفيرست هذا، وعندك 70 على البزنس، مسبح كامل بوي، واللي يبي يسبح يدخل داخل بوي يرش عمره ويتسبح يعين من الله خير ويظهر ناهيك عن الحمامات وناهيك. وهاي بوي بعد ترى هاي الغصن هذا تشوفونه هذا جناح، غرفة نوم ويا صالة، غرفة ويا صالة، تشل بوي هذا العرسان كان ريال بيعرس أوي بحرمته، هذا بوي يحجز لها بوي القسم هذا، تصورنا نحن من قبل، موجود حتى على الانستغرام، موجود على اليوتيوب. نعم عاد عن هاي الصالة اللي تيك طرف هذا، وهذا قسم لي كله الخدمة والمكان مثل ما بدلالهم رسلان، شيء يعرف شيء ما يعرف، وهذا هاي يلسى بعد مني دائري بعد منقير اللي بيضيج من هل بالبزنس، هذا كل بزنس 70 آدمي كلهم بزنس اللي تشوفه كل بوي هالمكان كله كامل زين. وهي يلسى مني ها منقير شيء فنان، شيء فنان مميز، وهو منزل أنا التصوير كامل أول ما نزلوا الشريحة هاي من الطيائر ونوع هاي من الطيران طيائر اللي هي 380 صورناه، وصورنا اللي من غير، والحمد لله الأمور طيبة ورحلات مستمرة كل يوم إلى جميع أنحاء العالم. الإضاءة اللي في الطيارة كلها كديكورات نفس اللي في متحف اللوفر، نعم نفس بالضبط في كل تفاصيله. واللي يتخبروني عن إبراهيم توفيج، إبراهيم أبوي صار صلالة، بيصير يوم الثلاثاء بيصير صلالة، وقلت أنا بودي وياه إن شاء الله في الشتاء، حينه إبراهيم وقت سيرة القيض ما يصير به وياي، يصير به إن شاء الله وقت الشتاء، وعنده دوام ويبي يصير صلالة ويا ربعته، الله يحافظه ييسر أموره، وإن شاء الله إنه السير الجاي بيكون وياي إذا الله راد. الحين أصلا من حينه لين شتاء شيء كذا سيره أمور وايدة، إن شاء الله بخبركم من الرد من لندن، في كذا سيره كذا سفرة أماكن جميلة، في أشياء وايد جميلة، أشياء مفاجئة يعني فيها. الحين سيراتي ترى كلها ما شيء سيرة حق عمري، أنا سيراتي الحين كلها تغطية، كلها يعني في شغل، ما شيء عندي سيرة إني أنا ساير روحي حق عمري. سرت الأول حق عمري من يوم أنا ياهل، من سنة 70 وأنا سير حق عمري، ما خليت بقعة عرفت الدنيا كلها. الحين حصل لي بوي سيرة شوفها أنا بلاش، أريد أموت حي وحاي وبيع مسابيح، حي وحاي وبيع مسابيح، هاي يوم يقولك حي وحاي وبيع مسابيح، هاي يجون الحجاج من اندونيسيا ومن ماليزيا، شي يسوون يخدمون المسابيح في بلدانهم، ويخدمون السيايير ويخدمون القحافي والطواقي والكاميرات هما تشك تشك هاي اللي في مكة مدينة، ويجون يبيعونهن في وين؟ في مكة، يبيعون المسابيح، يخدمون المسابيح في بلدانهم ويجون يبيعونهم في مكة، يحجون حاجة من الحج وحاي وبيع مسابيح، هي والله. فدامها حاصلت لي السيرة واليية وبدون مصاريف وكشته وفنادق وطياير وبلدان ما شديته وبقع فنانة ومتاجر فنانة ومطاعم زينة، ليش ما سير؟ شو السبب؟ يعني لازم أدي بيزات؟ لا والله لا أدي بيزات ولا عندي خبر، بس اليوم بيحصل لي حد يدعاني، شركة ولا دولة ولا بلاد، ليش ما يصير؟ أبوي أحب الطرب عند العرب، أحب الطرب عند العرب، حد ما يعيب السير وليه بلاش؟ لا والله ما أدري إيش قايل، حتى الغاضي يبا شو يعني؟ ما أعرف شو الوصفة كانوا يقولون، ما أدري شو له تكمله، ما أعرف والله نسيته أصلا.
اي والله الحين عرفت شو لك ما بر ما طري يقول ما بزين. المهم اقولكم سرت اليابان هاك اليوم العام الاول تلقطون على اليوتيوب شوفوا اكتبوا على اليوتيوب تغطيه خالد الخالدي في اليابان يلس اسبوعين عندهم في اليابان حط الدنيا كلها ما خليت بقعه في اليابان وكانت تغطيه كامله لليابان ما خليت بقعه عندهم لا خليت هايك اللي فيها نسيت والله اسامي بقعهم كلهن والله ما خليت لك مسجل هنا على اليوتيوب انا ابراهيم توفيق محمد الصليطي اي نعم يلسونا في احسن الفنادق واحسن الدريولي ويميع القطارات ويميع الدنيا وكل ابوي عن طريق حكومه اليابان واستانسنا وراوينا العرب الناس وين تسير وين تي والناس انبسطت واستوى الساير واللي جاي والحمد لله نعمه وعام الاول كل شهرين ثلاثه واربعه وخمسه اسير ما قر فليش يقولوا لي بلاك ما تصير تتكشف روحك وحين شو اسير انا اسير شو اسوي انا الحين اسوي طبوب انا ما اصير اسوي طبوب انا اسير ابوي تكشت ترى قلنا لكم حي وحاي وبيع مسابيح شو اسير انا كد الحصى انا ما كنت اتمشى واتعب من سوق لين سوق من حديقه لحديقه ايش قال بعد الكشته خضراء وحمراء هاي الكشته بعد اخير عن شيء اخير عن النمونه شيء سياره وفندق وطياير وكشتات وحدايق بلاش عد في الدنيا العود حصل له يصير بلاش يقول لا بصير عندي بيزات لا والله يوم بتيني دعوه من لندن سرت يتني دعوه من السعوديه سرت يتني دعوه من الكويت سرت يتني دعوه في مصر سرت اليابان سرت ما خليت بقعه بامريكا سرت ما خليت بقعه تعد وتذكر فيك انت يا الدنيا العود ما سرت وكل مال بلاش اي والله كل مال بلاش الحمد لله نعمه يبقى الحمد والشكر يلا بنام سعاده خاف ما والله ما ودي اسكر عنكم شو اسوي عاد عيوني يا ابوكم حرقتني تحرح الدار فيها بزار ما رقت زين ما قيلت اليوم صرت عند الحلاق وخف اللحيه وتعدلت وتزينت وجينا وجلبت البيت فوق تحت البيت اليوم حال الطواري والسبت ترتيب ساماني شغله 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 لها اول مالها تالي سيرة لندن اللي خليني أنا أبغى سيرة لندن تلبيج القشار والسامان والقهوة وعندك ودونك وثياب ودوات شغلة طويلة حبشرات سيرة يوم سير تايلند أبدا شورتين ثلاث وفانيلتين ثلاث ودرعم محد درابك والله على ما قالوا هالباطنة مشطي ما مشطي عليش القلب ما مشطي مشطي ما مشطي عليش القلب ما مشطي لبست ولا ظهرت ايرد والله ما حد يقول للكلبسي ما حد يدري بك كانك ابوي عدل ولا مايل هذا في تايلند بانكوك ولا في لندن والله يا ابو من تظهر تم يدزون القز يدورون اي شيء ما بعدل حق يعلقون عليك ما يقولون ما يشوفون الشيء الزين يدورون فيك الشيء الشين لك الحمد لله ان شاء الله ما يلقطونه اسوي سوالف وياكم طيران الاتحاد الله يحفظكم شيء يسمونه ريزيدنس ريزيدنس عبارة عن صالة ضم نفرين الطرف هذا ونفرين الطرف هذا ناهيك عن غرفة النوم بصورها حين ناهيك عن الحمام كامل السيتاب ماله بفوده ودنيا مشاورة مسبحة على ما تشوفون أما غرفة النوم عادة بحدث ولا حرج عجبه من عجائب الدنيا السبع ما تبى شطه ولا تعب ولا غربال ها انت بويه وتعقب عمرك راحه وشراره واناسه شبري يضم نفري ريال ويحرمته بيصيرون شهر العسل بيتكشتون بيريحون عمارهم اهم شيء ان الواحد بويه ما يذخر عن عمر ذخيره الانسان المقتدر اللي الله مقدر انه ما يذخر عن عمر ذخيره فطيران الاتحاد ما شاء الله طيران مميز جميل بارك الله فيكم تترقده من طارت الطيارة لنا الحين خمدة سمعتوا بها اللي يسمونها خمدة الكهف هي والله ترى هالكريس السيت هذا صغيروني يستوي شبرية كامل كامل من أولها إلى آخرها شل أبوي الشبرية هاي شل آدبي طوله مترين حتى اللي طوله مترين وي يدور فيها رقدة فنانة أيوة ترى شي غدي
شوفوا بابا عليكم. الله ما غلبهم شيء. الله العظيم. اي والله رقده فنان يعني. رقدت رقده غير نمونه. شبعت رقاد يعني. قال الطيارة للدريو ولا البايلر الطيار قال يقول أنه يوم بطير الطيارة بتسوي شوية مطبات أول ما طرنا لا يت مطبات ولا شيئات. هم يعتقدون شيء ساعة الطيار يقول يمكن فيكم شوية مطبات. يا غير أبوي لا يت مطبات والحمد لله السيرة كانت جميلة. أبدأ الطيارة زل زل فوق السحاب تبارك الرحمن. رحلة جميلة كانت لا شيء إزعاج لا شيء صريخ لا شيء بغيم بغير بس واحد ادال حجرتي الطرف هذا الطرف هذاك. والله يا أبوكم حرام ينخيرة تحري حمس نخي خر 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 خر. والله يا أبوكم أول بادي بغيت أدق عليه حجرته أقول خيلت ما خفاني يرقد أول بادي. وعقب قلت في خاطري نفاد الحمد لله رب العالمين. عقب ختلت ما خفاني يرقد غير نمونه. ما ب حلم العرب يوم ينخر له حتى نخيره بالقو تروم تقهره يعني سمت وحده. هذا كم لحن يصير خر 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 لك 600 لحن ولا خلاني يرقد طول الدرب. Thank you. What's your name? Subodha. Su. Yes. Thank you, Su. You're welcome. Pleasure having you, Mr. Gal. تراك ما خليتني أرقد. ليش؟ هي والله السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. منو أنت أبوي؟ أنا صديقك الجديد. ربيعك نعم. مرحبا. حياك الله. أقول لك. بغيت ادق عليك الباب. كان دقيت هارد وايد خر 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 حالي خير غير نمونه حالي وعني وعني. لا والله ما ثلاث شارات لحمس النخي التانين ولا ولا حاط بويه نخي في قوطي ويخرخشه الثانيين خالد ما بعد هذا انت والله يا ابوك انت ها ما حد كل ما له حس الا انت عشان ما اديهم هم استاذه العرب كلها باش تكون عليك. والله حيها شوف حي هشوف بعد طول غياب حي هشوف بعد طول غياب منو يصبر عنك هالدار منو يصبر عنك منو يصبر عنك ابوي ما حد ابوي يلقط دوره من هالدار هالدار الفنانه يا معيت وامطرت يا معيت وامطرت امور امور اللي يقول لك ادمان هو هذا الادمان. كل بلاد ما تدمن عليها الا لندن. لندن عاد اللي ضاري عليها مستحيل انه يلقط الدوره منها. تلقط الدوره من كل دار الا دارك الاصليه مسقط راسك بلادك ولندن. لندن بالذات ما تصبر عنها طال الزمان ولا قصر. لو تصير شرق وغرب لا بد من انك ترد مرة ثانية. نعم هذا شيء سمعتوه بعد يقول لك شيء لا بد منه هي هاي لندن. شيء لا بد منه لو في تلف الزمن ودي لو من حول لين حول مستحيل انك تروم تنسى السير والجي والتمشية فيها وربعك اللي تشوفهم ناس اصلا ما ما تشوفهم الا في لندن من حول لين حول وهم في دار واحدة وانت وياهم من بلاد واحدة ما تشوفهم في البلاد تشوفهم الا في لندن من حول لين حول. سبحانك يا رب تجمع الناس كلها هالدار. يلا بلا مسعى الاخلاف غايته بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هالزلال ولا تانس كان الطيارة في الجو ولا نزلت تراها على الأرض حيمة لكن ما شاء الله سلام 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 أست 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 على ما قالوا هلكم هالبحرين هالبحرين يقولون أست أست إيه والله روني أنا بس من بهر حتى اللوادة ما لمغير. هاي بوي طيارتنا اللي أبتنا 380
حرام ربكم يا تعبدون يوم. فتحوا البيبان، تحربوا باب مدرسه وفاتحين الفسحه، الطلبه ظهروا كلهم ما شاء الله، فريج فريج شال لفريج كامل تبارك الرحمن. بالله وحده، هاي وحده على اليمين وحده على اليسار، عمار 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 يا الناقل، عمار يا الناقل الاماراتي تبارك الرحمن. الحمد لله الحمد لله ابوي، وصلنا ابوي سلام سلام. لا همك الله، لا هم يحزنون، لا كلها العرب ابوي من بهره، من بهر ابوي الوادم كلها من هالطيارة. فريج طاير عاد، انا امشي وصرت كالعاده، اخذت ابوي الربان وحطيت شنطتي على اساس اني بيترية. طلع ابوي خدمه فيرست كلاس على طيران الاتحاد، خدمه مميزه. اتي تلقط ابوي شنطك محطوطات قدامك بالربانه، ما لك ما عليك انت تخلي ابوي شنطك اللي انت جاي عليها وتحطها ابوي شنطك ابوي زاهر. ايوه ثانك يو، خدمه مميزه ما شيء، ثانك يو فيري ماتش. لا تتري ابوي الشنط، لا تتري الشنط، ولا هذه يسموها خدمه الولايتيه اللي ماشي شرطه خدمه. كل شيء مميز، طيران الاتحاد كل شيء مميز. ما ليليك في عقلك انك كنت في شيء عادي حالك حال الوالد، لا كل شيء كنت في كل الدرجة، في الاكونومي لك خدمه مميزه، في البزنس لك خدمه مميزه، على الفيرس لك خدمه الشيوخيه يسمونها. هي والله الحمد لله. يلا يا رب وصلت، الله يحفظكم. لندن الحبيبه، وهذا فندقي اللي كنت ساكن منه قبل 37 سنة، ومن 37 سنة ما خطيت هالباب، من 37 سنة أي خري مري على الشارع هذا، ساير ياي باركلين، ساير ياي ساير ياي. الفندق ما جيته من 37 سنة، حطيت الحين شنطي قلت بطار خاري أخبركم عن وصولي وأخبركم أني وصلت يعني. هذا مثل ما تشوفون الفندق من أقدم وأرقى فنادق جنتية المملكة المتحدة، فندق جميل عريق، تحس أنه في أنت في جو لندني، الجو اللندني يوم يقول لك الجو اللندني تعرف أنك أنت في فندق دورتشستر. دورتشستر من الفنادق المميزة، الفنانة اللي ماشي شراتها. Good morning. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Dorchester. Thank you very much. Thank you. Thank you. Where are you going to take me now? I'm going to take you to the grill for a lovely breakfast. Okay. Shall we go? Shall we go? Let's. You. Thank you. Thank you very much. And have a lovely day. هذا قسم برومنات. هذا مال afternoon. هذا مال افترنون تي، من اجمل واصعب الحجوزات، استحالة انك انت اتي تلقط حجز فيه، مستحيل. النزلاء من نوادر يلقطون حجز، وهو النزيل، النزيل استحالة تلقط حجز، لان المكان معلوم انه كبير، لكن النزلاء يكونوا وايدين بالالاف، فالمكان مستحيل انه يروم يسدهم، يعني ما يسدهم، مستحيل يعني يسدهم مهما يكون عددهم، يعني لو حتى ربع التشغيل الفندق استحالة أن يكون المكان يستوعبهم. مكان ضخم وجميل جميل 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 للغاية، في منتهى الجمال. Now you invite me here to the breakfast. For a lovely breakfast. Thank you. I hope Thank you enjoy. Okay, and you will take how long time to make my room ready? 20 minutes and we'll come back. But you enjoy this, take your time and I'll come and Thank you very much. Of course, enjoy. شيء طبيعي أنا في هالمكان الفنان، هذا مكان الريوق عندهم. مكان جميل. هاي سيري. هاي، هلو. How are you? My name is Diana. I leave you our breakfast menu. On the right-hand side, you will find the course, which is available. I doubt you can help with your service. Thank you very much. Enjoy your breakfast.
هي طلع في الدور السادس. عاد انا اقول لها do you think we'll find my name here? We're going to try. I'm sure we can. قلت لها كاتب استحال يكون thank you I will follow you. قلت تقول لي مستحيل ان نلقط الاسم. بنلقط الاسم لين قبل 10 سنين، لكن انت جاي قبل ما يغارب 35-37 سنة، كيف بيتم الاسم لين اليوم؟ one of the very beautiful room here. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. Well, it is very beautiful room. It's I'm glad you like it. لا بيوتيفل ونص بعد حب اللي بيوتيفل عادية بيوتيفل من البيوتيفلات الكبار. هاي الدريسنج روم، هاي الحمامة، هيون شي طبيعي. وهذا أنا خيبة دعمت لي دار. هاي thank you very much, it's very kind. This is from the hotel. This is from our chef and from the hotel to welcome you to London. Thank you very much. اليوم الخدمة عند أبو عيسى. مرحبا وسهلا فيك. جزاك الله خير. يوم تيملت سويت لنا عشاء. يقرب تيمل ويمال فينا. مرحبا وسهلا. شباب البسطين. وعشاء. خير. ها؟ خالدي غلبني يوم يسوي عشيات وغديات. لا والله ما يغلبك خالدي. وسهلا. الله يحفظكم. ساماني من شناطي وحين مرة خلايا يتخرخشن ما فيهن إذنه ولقمنا أبوي الدله ويلا استوي لتفنيا لفنيا ساير فنيا الياي والحمد لله الأمور طيبة وكل شيء زين. أظهرت ساماني مرة ما أخلط وصليت عينت من الله خير وصفيت أبوي كشيري في الكبتات فكيت عمري حين بالصدعة والديانة مرة صفيت ساماني مرة هذا أهم شيء عندي. صفيت ساماني وساماني الحمام وبس فكيت عمري بالصدعة ودي حين أبوي لا طالب حد ولا حد يطالبني وبيدس أبوي أتفنيل وعيد من الله خير وبظهر عقب ما ريح شوية 15 دقائق بظهر وهاي أبوي أوفن يا ساير أوفن يا لياي أوفن يا ساير أوفن يا لياي والدنيا مضرجة وكالعادة. أيوة بعد قول ما بزين زين لبس رقم واحد فنان بلا فنان زين ماشي شراته. هي والله ليش ما طالع الطرف هذاك أخوز وعنا. أيوة نعم يا سلام ما شاء الله عليه والله اني فنان غير نمونه. هي نعم شو التحرون هي التحرون نمونه غير نمونه النمونه الخارقه يسمونها. الصيح اذنيك يا ابراهيم توفيق الصيح اذنيك. اي نعم. اللي يميز لندن انك لو بتمشي 100 كيلو ما تستاحش ولا تحس بالوحده. وهذا اللي يقولون ضرائب وقعه وصدع وديان انا ما شفتها إنه يعني مرطني ومرطك وضرائب وسرقات أنا هذا الشيء ما خطف علي ولا شفته من سنة 70 لين يومكم هذا أنا ما شفت هالشيء للعرب تطري. بيكون هاي الأبوي اللي انسرقون يصيروا يدسسون الخناخيش هاي أبوي ما أدري شو وين ما أدري شو. هي يمكن لكنك تمشي في حال في دربك في درب المسلمين ما حد يقول لك وين أنت ساير. ما حد يقول لك وين انت ساير ولا حتى حد يدريبك. والله يا ابوك لو تمشي ايرد ما حد قال لك كم الخبر. ما في حد من العرب الا مال نعم والمال السايب يعلم السرقه. المال السايب يعلم السرقه. بتمشي وانت بحيولك وفتخت ومراري وسوع وشنار ويا ما يرالك وشو وعرض. ابوي المال السايب يعلم السرقه. هنا تمشي الواحد ما عنده أربعانات بيخليش تخطفين. والله ما خلاش تخطفين شارك ذكر ولا أنت. والله لا يمرضك اليو كافر أنك التحين جاي تتحقق عليهم باللي عندك
لا والله فيهم رطونك. راد فهمه ان ابوي كل صقر يصقر في بلاده، واللي عنده شيء يبي يتزبر ويبي يغدي يلق بكبره في بلاده. في بلاد هناك ابوي عندك بهرج تبي تسوي شو عرض وهذا في بلادك، بلاد الامان، بلاد انت الحين جاي تتبرد وجاي تتكشت وجاي تتشرع، ما بلازم العروضات هاي كلها وتجلس تدز بالحيل كله قدام اللي يسوى واللي ما يسوى اللي عنده واللي ما عنده. يا غريب كن اديب، احشم عمرك وامشي ابوي وعد خطاك، ورب العالمين بيسر امورك. اي والله يقولون هاي المطعم جايين بديتين ثلاث الحين داق علي، عندهم قبقوب ونغار وما ادري شو ما ادري شو، مطعم ايطالي فنان. نعم جايين وديتين ثلاث، ان شاء الله من الحين باكل شيء عندهم خفيف، سلطه ولا اي شيء ياكل. كيف حالك؟ نورت. نورت. هذا نورت. اول شخص اصور وياه بيت هذا اول 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 ماشي ماشي اول شرا... متابع ماشي شراتي بالدنيا العوده. لا والله وايد شراتك انا بعد قصورك انت ماشي شراتك غير نمونه. لا والله وايد من هالنمونه. تعالي تعالي يا الغاوي الفنانه، ايش حالك؟ كيف انت؟ وش علومك؟ من وين عادت؟ انا هي من بالضبط يدي عندي هي بتناصر يدك. هي سلمي عليها كثير السلام. زين مايا ما خبرتيني شو اسمك؟ اسمك روحك لا تقولي اسم الباجي، بس روحك يا زوي. صح زين يا زوي. شيء تبين؟ ثانك يو ثانك يو. الله يسلمكم. منصور لي نيبي ساكنين ايران في العين مدة 20 سنة، وتفارقنا يمكن احن من 10 18 سنة تجاورنا، لكن ما كانت لحيتي بيضة. هي سبحان الله والله مليون مرحبا. اول احنا كنا يهال كنا نلعب عند الخالدي. شوف انت. اي والله كنت طلع لنا حلاوة. شوف انت حلاوة. كيف انت حمد؟ والله مرحبا منورة لندن. الله. انتوا ساكنين في الفندق هذا اللي انا اعشقه. انا الفندق هذا اعشق المنظر هذا، الحين بصور المنظر ماله. ياسر بن محمد بن سعيد بن احمد بن خلف بن خديه، والله مليون مرحبا بولد خالي الحبيب الغالي يعني يفدك شبدك. انا هذا الفندق اللي كل سنه اصور لكم اياه بدال الودي هلف، السنه ساكن فيه ياسر بن خديه وساكن فيه منصور لينيبي. اي والله وبالصدفه انا خاطف من الشارع هذا ولجيتهم، انا عندي موعد الساعه 5 ولجيتهم خاري يلسنا نار مسعاده، وحين ياسر بن خديه عزمني على فنجان قهوة تحت في الكوفي هالي تحت، وانا استعزمت تحيدون عاده شيء مال بلاش وايد عيبني ويوزري. هذا الفندق انا ما شفت خطفت الا لازم اني اصور على كل حال، من اجمل الفنادق، مش كفندق من داخل انا اقصد لكم كشكل، وايد عشقه. وين اشوفك انا؟ انا وين اشوفك؟ لحده ها صلاح. بسم الله بلاك تزيغ اليوم. كيف حالك صلاح؟ ما اشوف وجهك. ايوه الحين رقم واحد. انت وين؟ صلاح هو صلاح. ايه شو اخبارك؟ تمام بخير الحمد لله. الحمد لله. لا تسوي لي تليفون على تليفوني، سوي لي بس على هذا على بو تيم. لا في فلوس هب، ما شيء فلوس الحمد لله، لكن لا تسوي تليفون مال هذا العادي، سوي هذا البرنامج موبايل. هي هذا حين مثل حين هذا زين بوتيم. هذا تكلمني تراكمنا الحين. هي بخير؟ تمام بي عنب وارجع اليوم انا واصل ما وحالي. الله كريم. شو تغديتوا اليوم صلاح؟ حمول. هامور عنبك اليوم هالهامور. انا اكلت بعد نسيت والله شو ربيان ما ادري شو صلاح. روحي روحي ابرك عندي. الله
يلا باي باي صلاح. يقول لندن ما ياها حد، هذا ابويه لا عنده عرف ولا عنده درايه، السنه دون عن السنين كلها، السنه دون عن السنين كلها. لندن العالم اللي فيها ما شفتهم طول هالسنين كلها، السنين اللي اختفت في جفه والسنه هاي يروحها في جفه. نعم امه لا اله الا الله، خلق الله وما خلق، اللي يقول لك ما فيها اوادم ما فيها اوادم، والناس ما سارت ولا حد سار ولا حد يا كذبون، يصيحون بالمالح ما عندهم بيزات. تعال شوفوهم مكثرهم مكثرهم مكثرهم، والله ما تلقط اهل ما شيء، اجانب ما شيء، كله عرب كله عرب. الوجه الوجه الله يحفظكم جدا اكسفورد منو عليك السلام عليك السلام. زين منو توعدوا وياه؟ توعد الله يحفظكم ويا مرزوق مرزوق بن محمد بن سيف القبيسي، ناخذه من نواخذه تبوي شويهات، ناخذه من نواخذه شويهات، حاليا متواجده في اكسفورد ويترياني قال بين ماركس بنسر وسلفرج، هذا الوعد ماله. تحرى يعني عباره كاني متواعد وياه بين بوي رقم 16 18 شي توصيفه. اي والله لانه راعي بحر، هذا توصيفه. قال لي بالله تعال لي بين سلفرج وبين ماركس بنسا، قم عارف الشحينه وين بلقطه مرزوق في نص هالعالم. ابو عبد الله مليون مرحبا مليون مرحبا ابو عبد الله. يا سعد حظي بشوفك يا ابو عبد الله. الله يسلمك. والله يا ابو عبد الله ترى ما عرفت، انا شفته هناك بين نص الاوادم بين الشباب، غادي اشبع عنهم كلهم. والله وين وين صار هاك المتن؟ وين ها صار هاك الشيء كله؟ لا مثل ما نفس الشيء بس يعني لا 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 وايد خفيت شيء، لازم تخف شوي لك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. اي والله اقول لكم ضاري توصيف هناك في البحر اليوم، توصيف من التوصيف والمواعد في شويهات الى اكسفورد، يعني ها شيء فرق كبير. محمد جهازي. محمد من وين محمد؟ من الإمارات. ما شاء الله الله يحفظك.